من المسامير. يوم البلاد بلادنا وندير راينا. شاب الوليد قط النظام. شاب الوليد قط النظام. علاش تفضل؟ علاش؟ انا ترمز واش خويا شوف يقول لك الصوره تعبر عن نفسها. دوك كيما راك تشوف هذه اخي الكريم هذه هاهي باش نقضيو على اصحاب الشياتين. راني جبت لهم الكاشير وفيه السم باش نقضيو عليهم. عندك الشبكه هذه هاهي هذه الشبكه اللي باش صيدنا حداد كي كان خارج على الحدود وهذا مازال السك نديو عليه وهذه هاي النصبه والشوارب اللي كيقول لكم صحانكم كاع مازالوا ليامات يا خويا. حنا اليوم وين دينا الاستقلال؟ الاستقلال ما ديناش 62 كي راحت فرنسا خلات البقايا تاعها والبقايا تاعها هما اللي كيتحكموا بالبلاد وهما اللي سرقوا البلاد. واش راح نقول لك؟ بكري كان الراسيست هذا كيقول لك قبيلي وهذا كيقول لك عربي وهذاك مزابي. دوكا راك تشوف الشعب الجزائري عاود خرج ليد وحده كامل وراهم ما شاء الله مضامنين مع بعضهم اللي يسقطوا هذه العصابه. هي اللي دارت لنا الجهويه، هي اللي دارت لنا الراسيست، هي اللي خرجت الدعايه تاع التقشف. الحمد لله تحيا الجزائر. ومن الان فصاعدا يولي عندنا غد مصبح ان شاء الله باذن الله. حفظكم الله. Yeah.